الساعة لا ليس هناك أي رد، ولهذا احنا مستمرين في اللقاءات الجهوية ديالنا لشرح الموقف ديال حزب الاستقلال اللي خداه المجلس الوطني ووقف الانسحاب. تنأكدوا الاستقلالي والاستقلالية على أن ليس هناك ضغط، ليس هناك أي تراجع، هناك استمرار في هذا القرار، وسنظل أوفياء لقرار برلمان الحزب اللي هو المجلس الوطني. احنا عندنا شروط من أجل الاستمرار في هذه الحكومة، شروط لإنقاذ الوطن، لإنقاذ الشعب المغربي، لإنقاذ الاقتصاد المغربي. إذا هذا البرنامج إذا تم قبوله مع تقليص من عدد الوزراء ومع تبني حكامة جيدة حقيقية ومحاربة الريع، حزب الاستقلال سيظل، ولكن عكس ذلك لا يمكن لحزب الاستقلال أن يظل مهما كانت الإكراهات.